طنط ما هو برضه شغله مهم. تعرفي بقى انا خرجت مع حماكي يعني والد سامح الله يرحمه 3 مرات بس ايام الخطوبه. ايه ده بجد؟ ايوه ما هو كان ظابط برضه، وجيت بقى قبل الفرح ب4 ايام قلت لهم خلاص فركش مش عايزاه. يبقى كان مزعل حضرتك. ما كانش مزعلني، بس انت عارفه بقى ان اي بنت في ايام الخطوبه تحب تخرج مع خطيبها، خصوصا بقى لو كان ظابط طول بعرض والنجوم كده بتلمع على كتفه. ما كانش مزعلني لكن ما كانش فرحني. بس بعد كده ايه رحت له. يا لهوي يا طنط، رحت له البيت؟ لا بيت ايه يا بت، رحت له المكتب. دخلت عليه المكتب وانا ماسكه في ايدي دي الشبكه والايد التانيه الكاس ده ابو بابين، عارفاه كان جايبه لي هديه. إذا حضرتك رحت له الاسم وانت ماسكه الكاسيت ابو بابين في ايدك؟ ايوه قلت له خدهم مش عايزه منك حاجه. قعد يضحك كده زي ما انت بتضحكي، قال لي طب تعالي. راح واخدني من ايدي ونزلنا، وقال لي على فكره انا بحبك وهتجوزك. يا اختي يا اختي، بعد ما سمعت الكلمه دي اسكتي يا اختي على اللي جرالي، حسيت بدوخه كده وأكنك فتحتي دش مية ساعة فوق نفوخي. الله عليك يا عمو يا جامد، ده ثبتك يعني. ايوه هي دي الكلمة دي، هو ثبتني فعلا. بس بعد ما ثبتني واتجوزنا حبيته قوي، وهو كمان حبني قوي. ايه حاجه لك يا الغساله فين؟ حاجه ايدك يا زوز. بقول لك يا حاجه لك يا غساله فين؟ الام هيتصور فيها دي. يا عم انا ما عرفتش حاجه غير الحاجه اللي انت جايبها. بقول لك يا عبد الله ما خلاش تكمل عليك. انا اللي عايز اعرف كان ايه اللي جوه الغساله. الغساله كان فيها حاجه يا عبد الله. في ايه؟ شن فيها ونيجة من السلاح. في ايه؟ حاجه انت يا عم عارفه قدامك ايه؟ تعالى تعالى افهم. انت مش فاهم حاجه، محدش هنا فاهم حاجه. الحاجات ديت لو ما ظهرتش في خلال يومين كلنا هنروح في داهية. أنا بقى عايز أعرف حاجتين، عايز أعرف أنت كنت شايل عندي إيه؟ علي صوتك، علي صوتك. آثار يا عبد الله، آثار. كان فيها حتت بملايين، كان فيها عمرك وعمر عيالك وعمري معاك. حرك أسود ومنيل، أنت شايل عندي الحاجات دي اللي هوديك في زيت الداهية. امسك المايك بقى، امسك المايك وتسمعهم، خليها تطبع على نافوخي ونافوخك. يعني انت ما كنتش تعمل كده معايا لوجه الله؟ انت كنت بتغسل ايدك من الحاجات دي عشان لو حصل حاجه اروح انا في 60 داهيه، صح؟ كلنا هنروح في داهيه يا عبد الله، كلنا هنروح في داهيه. الحاجات دي ما ظهرتش في خلال يومين. بص يا عبد الله، انا عارف اسيطر على الناس اللي معايا 4 ايام بالتمام، بعد كده يا اخويا انا هشيل ايدي، ما يخصنيش بقى منك ليهم. اسمع يا عبد الله، انا عارف يا ابني انك اكبر من كده، أجبن إنك تمد إيدك أو حتى تلعب لعبة أنت مش قدها. يومين 3 بالكتير والحاجة تبقى عندي، الرابع أنت اللي عندهم بالإذن. في 60 داهية. عبد الله، رجالتي تحت البيت هيشوفوا اللي طالع واللي نازل، دورها بشوقك. داهية يلا تركعك. الكراتين دي كانت فيها ايه يا عبد الله؟ رد عليا يا عبد الله. انا مش عايز اسمع صوت دلوقتي خالص خالص. طنط، هو سامح طلق مراته ليه؟ عشان كانت جبروت، وكان ابوها كمان جبروت بفلوسهم وبشغلهم. ما حسيتش ابدا انها البنوته الضعيفه اللي عايزه تتحامى في حضن جوزها. عشان كده بقول لك استحملي سامح. لو استحملتي سامح هيحبك، هيحبك قوي 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 قوي.
بقول لك ايه، هو اجيب السيره لحد على الكلام اللي انا بقوله حتى لامك؟ ماما ايه يا طنط، ماما زمانها بتحكي لبابا كل حاجه احنا قلناها. صوت حضرتك كان عالي جدا وجاي في اخر جملتين، تقولين وقت صوتي؟ طب ما قلتليش الكلام ده من الاول. طب بتقولي لحد في العماره؟ هي اكيد ماما هتقول له. امك لتاتة قوي بصراحه. اكيد محمود، محمود اللي خد الحاجه وهرب بيها. اخوك خرج من السجن عشان يودينا احنا في داهيه، احنا نفتح له بيتنا وهو يهد فوق دماغنا. يا ستي بس خلينا اعرف افكر. الله يكرمك، رجاله رجب فين بره البيت. ابوس ايديكم ابوس ايديكم، ما تخلونا اندم ان انا قلت لكم. بس كنت محتاجه اتكلم مع حد افكر معاه بصوت عالي. انا مش فاهمه فين المشكله، اهو غار بيهم وخلصنا من المصيبه دي. انا قلبي كان حاسس يعني لو البوليس كان طب علينا مش كنا روحنا في 60 داهية؟ فين المشكلة ايه بس يا ماما؟ ده احنا في مصيبة سودة. ده بيقولك موقف الرجالة تحت، يعني ممكن يموتونا. احنا لازم نمشي من هنا. يا ست اهدي اهدي بقى اهدي بقى اهدي اهدي. انا عايز افكر. اهدي. انا لازم انزل، لازم اقوم دلوقتي حالا، انزل اشوف محمود ده فين. لازم اجيب محمود واجيب الحاجة اللي معاه. ما هو ده مش حل تاني. انت هتنزل وتسيبنا رهينة في ايد المفتري ده؟ ما تخافيش يا ماما، ان شاء الله مفيش حاجة هتحصل. انا لازم الاقي محمود وارجع لراجب حاجته، ما لهاش حل تاني. والنبي يا عبد الله خد بالك من نفسك. ربنا يستر ربنا يستر. طب عليا النعمه، ما هو واخد الاجهزه بتاعته دي. خش يا بت دوري الغساله وحط فيها الغسيل الوسخ. يا اسطى بتهدي ليه؟ ده باين عليك يا امير ان معاه حاجه يرميها. رخصك. كلي على جنب. انزل يا ابني، انت يا ابني، انت يا ابني. انزل يا حبيبي كده بشنطتك دي. تحت امرك يا باشا. الناس دي بست الناس. شنطتك فين يا ريس؟